كلنا بنحب السمك، انا من اكتر الناس بحب السمك قوي، يعني اروح في اي حته فراخ سمك لحمه اخد السمك على طول. النهارده جالنا خبر حلو قوي من وزاره الزراعه ان احنا انتاجنا من السمك وصل ل 85% اكتفاء ذاتي، يعني ده رقم عالي جدا، يعني خلاص احنا مقربين اهو ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي 100% من السمك. الحقيقه ان احنا يا جماعه عندنا 14 بحيره في مصر. ال 14 بحيره دول انتاجهم من السمك اعتقد ان هو كفيل جدا ان هو يعمل لنا اكتفاء ذاتي من انتاجنا في السمك. والمهم كمان انه السمك اصلا مقارنه بالبروتينات الموجوده الفراخ واللحمه بيعتبر ارخص سعر. فوزاره الزراعه قالت النهارده ان احنا وصل انتاجنا لحوالي 2 مليون طن سنويا، وده زي ما قلت لكم بيحقق نسبه اكتفاء ذاتي حوالي 85%. شكرا، احنا على الهواء. جابوا لي الشاي واحنا على الهواء بقى، معلش. فحاجه مفرحه وجميله جدا ان احنا نبتدي نطور البحيرات الموجوده عندنا، زي ما قلت لكم احنا عندنا 14 بحيره، ان احنا نهتم بيهم ونديهم نصيب من الاهتمام ونطورهم بحيث ان احنا نقدر نطلع منهم سمك يغذي السوق، ينافس بقى اللحمه والفراخ. فتلاقوا بالتبعيه طبيعي ان الاسعار هتقل، اول ما تلاقوا السمك موجود بكثره الفراخ تبتدي تقل، اللحمه تبتدي تقل. احنا دلوقتي معانا على التليفون الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اتكلمت انا قبل ما ابقى مع حضرتك على ان احنا وصلنا لحوالي 85% من اكتفاء الذاتي، قربنا من ال 100%؟ يعني لو لسه حضرتك طبعا، والحقيقه حصل الطفره الاسماك وفاتت حوالي 2 مليون طن من الاسماك، وده بيوصلنا اكتفاء ذاتي 85. ده لو بنتكلم كل كمجال اسماك، لكن احنا انا بس عايز اكد ان حضرتك تبقى في مكان فيه شبكه بس عشان الخط بيقطع شويه. اتمنى يكون صوتي واضح كده. اتفضل. تمام. فاحنا عندنا بننتج 2 مليون طن من الاسماك، وده بيحقق نسبه اكتفاء ذاتي بتوصل لتقريبا 85%. ولكن لما بنتكلم على الاسماك اللي بتلقى قبول كبير من المواطنين، اللي هي اسماك المياه العذبه اللي هي زي البلطي مثلا، زي البلطي والبوري، احنا عندنا فيها تطور كبير حصل. احنا في اسماك البلطي احنا لنا مرتبه عالميه في انتاج الاسماك من المزارع وفي انتاج كام الاسماك. كام في المية في البلطي احنا كام في المية؟ يعني رقم كام؟ احنا الدولة الثالثة على مستوى العالم في انتاج تقريبا انتاج احنا البلطي. رقم واحد في افريقيا والاولى افريقيا وفي منطقة الشرق الاوسط. فاحنا عندنا تطور كبير حصل في هذا المجال، مجال اسماك انتاج الاسماك واستزراع السمك كمان. من المجالات اللي احنا عندنا فيها رياده كبيره موجوده في الدوله المصريه. يعني احنا نقدر نقول ان احنا قربنا من ال 100% هنعمل اكتفاء ذاتي من السمك؟ ده انا عايز اقول لحضرتك لو بنتكلم على اسماك المياه العذبه اللي هي البلطي، احنا تقريبا حققنا اكتفاء ذاتي. لكن لما بنتكلم على كل انواع الاسماك، لا احنا قربنا بشكل كبير. لان احنا كان عندنا كمان اسماك المياه المالحه هي الاكثر اللي احنا كنا بنستوردها. دلوقتي احنا من خلال المشروعات اللي تم تنفيذها زي مشروعات بركه مليون، مشروعات ميت الديبه، مشروعات الفيروز، كل المشروعات الصاله السمكيه دي هتحقق زياده في انتاج اسماك المالحه كمان، وبالتالي هتوصلنا لنسبه اكبر من الاكتفاء الذاتي ان شاء الله، ويبقى في تنوع كمان في الاسماك اللي موجوده، مش بس اسماك البلطي واسماك البوري. لان انا عايزه اعرف من حضرتك احنا ايه انواع الانواع اللي احنا بنستزرعها في السمك، يعني ايه الانواع السمك اللي احنا بنزرعها؟ خلينا نقول يعني احنا عندنا الانواع الرئيسيه اللي هي البلطي والبوري، في انواع اخرى بدات تخش زي القاروص والدنيس والجمبري والعديد من الانواع الاخرى اللي بدات تخش. ده في امل يرخصوا، دول غاليين قوي القاروص والدنيس والحاجات دي، غاليين قوي. بالظبط، بدأوا يخشوا عندنا في المزارع الجديده اللي بقت تبقى موجوده، اللي هي اسماك المياه المالحه اللي بقت موجوده، وكمان التطوير اللي بيحصل في البحيرات. احنا شفنا بحيره المنزله بيتم تطويرها بشكل كبير، بحيره البرزويل تم تطويرها، بحيره البرولس تم تطويرها. مظبوط. تقريبا كل البحيرات المصريه حصل فيها مشروعات. وبحيره ناصر، بحيره ناصر يعني من اهم البحيرات، يعني اللي مليانه خير كتير. طبعا، واحنا تم انشاء 2 مفلخ سمكي للمياه المالحه، وانشانا مفرخات ايضا للمياه العذبه. وهذه المفرخات بترمي ذريعه في بحيره ناصر، طبعا ده من ضمن البحيرات العذبه اللي موجوده. هذه الذريعه هدفنا ان احنا نعظم من انتاج هذه البحيره بشكل كبير، وتساعد في تلبيه او خدمه الصياد كمان، عشان احنا لما بنرمي ذريعه ده بيعود على الصياد بالخير وبالنفع. واحنا كنا عاملين مشروع كبير لتطوير حياه الصياد اصلا. أيوة. وعملنا مبادره اسمها انا لسه كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، يعني ازاي الوزاره ممكن تساعد الصياد؟
احنا اطلقنا مبادره اسمها مبادره بر امان، هدفها ان هي خدمه الصياد، بره. وطبعا ده بالتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي وضمن مبادره حياه كريمه. هذه المبادره احنا بنوفر للصياد العده اللي هو بيحتاجها وكل الادوات اللي هو محتاجها. كمان احنا في الوزاره عندنا احنا كنا حاطين شرط ان احنا ننشئ في ترخيص المراكب الصيد، يعني ان احنا بنحط جهاز تتبع اجهزه تتبع في هذه المراكب. مظبوط. احنا بالنسبه للصيادين الصغيرين احنا تحملنا في الوزاره ايوه قيمه تكلفه وضع هذه الاجهزه. الاجهزه اللي ممكن توصل تكلفتها لحوالي 30,000 جنيه، احنا بنتحملها نيابه عن الصيادين طب في خلينا مصر. نعرف الناس اهميه جهاز التتبع ده. هو جهاز التتبع ده هدفه حاجتين، احنا عايزين نضمن ان عمليه الصيد هنتجنب الصيد الجائر اللي يخلينا نعمل هدر في الاسماك اللي موجوده، او نلاقي بعد كده الاسماك بيحدث فيها تناقص من خلال صيد الذريعه او ما الى ذلك. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه ان دي كمان بتساعد في مراقبه الصياد او متابعه الصياد لو ايوه. حصل لا قدر الله له اي ظرف قد يعرضه الى مخاطر، احنا من خلال هذه الاجهزه يعني نقدر احنا ان احنا بالجهاز ده مش نساعد. بس يعني مش بس بنبقى مع الصياد ان احنا نحميه انه ما يحصلوش اي كارثه في البحر او كده، لا كمان احنا بنبقى زي بنراقبه ان احنا نعرف ان هو ما بيخالفش او بيصطاد صيد جائر. يعني هو ما نقدرش نقول مراقبه بمعنى كلمه مراقبه، ان احنا بنتكلم على عمليه متابعه لتعظيم انتاجيه الصياد، بنتكلم على عمليه لتحسين جوده عمليه الصيد، بنتكلم على تحسين الخدمات المقدمه للصياد، بنتكلم على تطوير حياه الصياد من خلال هذه الانظمه اللي احنا بنوفرها له، ومن خلال كمان ملابس الصيد، ومن خلال تطوير اساليب الصيد بتاعته وتوفير الشبك له. كل دي ادوات احنا بنحطها سواء من خلال مبادرة بر أمان أو من خلال الجهود اللي بنقوم بيها لدعم الصيد المصري. طب خلينا نستغل حضرتك بقى بما ان حضرتك معانا وكنا لسه بنتكلم عن الفراخ وسعر الفراخ بينزل والكتكوت بينزل واللحمه بتنزل، قول لي وزاره الزراعه هل عندها خطه لمواجهه اي ازمه ممكن تحصل تاني في الفراخ؟ يعني احنا بالفعل احنا كنا في ازمه اصلا، يعني احنا كان في ازمه كبيره كانت موجوده عالميا مش عندنا احنا في مصر، اللي كانت مظبوط. ازمه عالميه نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهذه المنطقه كانت من المناطق اللي بتورد كميات كبيره من الذره والصويا اللي هي مدخلات الاعلاف لكل دول العالم. تمام. احنا حصلت دي طبعا اثرت علينا بشكل كبير او بشكل واضح يعني، وده بناء عليه تم التنسيق مع كل المنتجين، ودوله رئيس مجلس الوزراء بنفسه تدخل في هذا الامر، وتم عقد عدد من الاجتماعات مع الساده المنتجين وتحديد طلباتهم، وبدانا نوفر دخول شحنات الاعلاف ومدخلات الاعلاف مظبوط. للمنتجين باسعار مناسبه، وده ادى الى انخفاض يعني سعر العلف الاعلاف. هيبتدي يرخص بقى ويبقى موجود تاني والدنيا تمشي؟ هو بالفعل بدا يرخص او بالفعل رخص خلاص، وده شجع المربين تاني ان هم يعودوا لعمليه التربيه. بدانا نلاحظ نتيجه عمليه التربيه كان في فجوه حصلت بين التوقف اللي هو كان في ازمه نقص الاعلاف و ايوه. الفترة اللي بدأوا فيها يشتغلوا مرة أخرى، كانت أيام معدودة. بدأنا نلاحظ إن ممكن يكون في انخفاض في الكمية المنتجة، بناء عليه الدولة تدخلت أيضا ودخلنا كميات من الدواجن المجمدة اللي من خلالها بدأ يحدث استئذان تاني في السوق مرة أخرى، طب يعني وإحنا احنا مكملين قريب في ده. هنلاقي فراخ انتاج محلي في السوق كده متوفرة وموجودة؟ هي متوفرة متوفرة بشدة، إحنا عندنا أصلا اكتفاء ذاتي من الفراخ ومنتجات الدواجن كلها. إحنا بنتكلم عن إحنا بنطلع 1.4 مليار طائر كل سنة، وده بيلبي احتياجات المواطن المصري تقريبا. إنه احنا بنتكلم على أزمة أثرت بشكل أو بآخر على توارد الأعلاف، وده الدولة تدخلت فيها في ثلاث مراحل يعني أو ثلاث مستويات. طب خليني مستوى أسأل حضرتك سؤال أخير بس عشان الوقت، البيض أخباره إيه، هيرخص ولا مفيش أمل؟ إن شاء الله مع توافر الأعلاف ومدخلات الأعلاف أكيد كل أسعار منتجات الإنتاج الداجيني هتنخفض أو هيحدث لها اتزان واستقرار في السوق، واحنا كمان من خلال مجموعه المنافذ والشوارع اللي بيتم فتحها بنقوم بتوفير بديل مناسب بسعر مناسب للمواطن المصري عشان يقدر يعتمد وده عليه ويقدر حقيقي اللي احنا كلنا يشتري. بنتمناه. بنشكر الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، شكرا لحضرتك يا دكتور. ان شاء الله يا جماعه يعني الكلام كله مبشر اهو، ان شاء الله رمضان داخل علينا تبقى الاسعار الفراخ السمك اللحمه تكون كلها نزلت، حتى البيض اهو ان شاء الله هينزل، في امل كبير. عايزاكم كده تتفائلوا وتبقوا مبسوطين.